أصبحت الطاقة الشمسية جزءاً أساسي في حياتنا اليومية، كونها متعددة الاستخدامات وعديدة المجالات، ومنها توليد الكهرباء والإنارة وحتى في المشاريع الزراعية، كما أنها تعد صديقاً بالبيئة كونها نظيفة ومتجددة ولا تحتوي على أي أضرار بيئية. يعطيك العافية أخي. أهلا وسهلا. أهلا. تعرفنا بنفسك؟ بداية برحب فيكم وكالة دنقة الإعلامية. نحن شركة ميتاني للتقنيات، مختصين بالطاقة البديلة، الطاقة الشمسية والكاميرات المراقبة، وكمان من اختصاصنا شبكات الانترنت. يعني أي شيء متعلق بالتقنيات نحن نشتغل فيه. أهلا وسهلا أخي، يعطيك العافية. اليوم هلا نحن نعرف أنه انقطعت الكهرباء عن كل المنطقة بسبب الهجمات التركية، فيك تحكي لنا أكثر عن إقبال العالم عن الطاقة الشمسية؟ نعم، بعد الضربات التركية اللي استهدفت بشكل رئيسي مصدر الطاقة بالمنطقة، خاصة محطة السويدية اللي كانت المصدر الوحيد للكهرباء في المنطقة، ما ضل مصدر للكهرباء يعني، وصار الإقبال كبير بشكل يعني غير متوقع على الطاقة، طبعا الطاقة الشمسية، لأنه المولدات بشكل عام لها تأثير سلبي، من جهة أنه ريحة الدخان، من جهة تانية مازوت غير متوفر، مادة المازوت، من جهة تانية البنزين كمان غير متوفر بشكل كبير، فالمولدة بتأثر بشكل سلبي على مثلا المستفيد المواطن، وخاصة المولدات بدأ عملية تشغيل، فإذا صاحب المنزل ما كان بالبيت الأولاد أو الأطفال ما يقدروا يشغلون الكهرباء، لأنه تشغيل المولدة بدها قوة. فالطاقة الشمسية يعني طريقتها سهلة. هلا عفوا، بس إنه هلا فيك تحكي لي مثلا فوائدها يعني بشكل عام؟ نعم، هلا الطاقة الشمسية تقدر تقولي إنه صديقة للبيئة، ما في إلا غازات، ما في إلا مثلا انبعاثات جانبية، هي عبارة عن استخدام ضوء الشمس وتحويله إلى كهرباء. من جهة تانية سهل للمنزل، يعني عبارة عن تقدر تركبي له تحويل آلي يحول مباشرة الكهرباء العادية للطاقة، أو تركب هاوس يعني بشكل تلقائي أو يدوي يتحول من الكهرباء العامة للكهرباء الطاقة. طيب بشكل عام، هي الطاقة أو الطاقة الشمسية بشكل عام إمتى اكتشفت؟ أي سنة؟ وين؟ الطاقة الشمسية أول بدايتها كان بالقرن 19، في حسب المعلومات اللي عندي إنه في عالم فرنسي هو اللي أول شيء اكتشف إنه الواحد يقدر يستفيد من حبيبات الشمس، يقولوا له من ضوء الشمس وتحويله إلى طاقة. طيب أخي، هلا أنتوا بأنكم عم تركبوا ألواح شمسية، عندكم إقبال مثلا على المشاريع الزراعية ولا بس على البيوت؟ لا، هلا بعد انقطاع مصادر الكهرباء يعني صار كل منزل أو كل شخص عنده مزرعة بده يركب طاقة أو يجيب مولدة، فاللي ما يقدر يركب طاقة يجيب مولدة. فأما الإقبال الشديد صار على الطاقة لأنه سهولتها. هلا بالمشاريع الزراعية كمان عم نركب طاقة شمسية، الواحد طاقة شمسية تشغيل غطاسات، طبعا التكلفة بتقل بالزراعي لأنه ما نستخدم بطاريات بالمشاريع الزراعية، عبارة عن ألواح وإنفلتر تريفاس يحول على الغطاس مباشرة، يستفيد من المواطن بنهار، يعني شغل الغطاس نظامي بنهار، أما بالمساء ما يشغل. أخي، شو آلية تركيب الألواح الشمسية؟ آلية تركيب الألواح الشمسية، نحن بناخد المقاسات العالمية، يعني عم ناخد درجة ميول اللوح، درجة الطول والعرض عن نحسبها نظامي مشان لأقصى درجة إنه يستفيد منها المواطن حسب جو المنطقة عنا. يعني هلا في بعض العالم يجون يركبون الألواح بشكل عشوائي، طبعا هذا شيء غلط كبير، هيك المواطن ما راح يستفيد منها، يعني قوة اللوح ما راح تكون نظامية. أما إذا تاخد النسب العالمية، يعني هلا أي لوح بيجي في معه داتا، الداتا بيحسب لك ميلان اللوح كطول والعرض من قدام من الخلف شلون يتركب. هلا نحن أخي، هلا نحن ما نعرف إنه في عديد من ألواح الطاقة الشمسية، بس مثلا يعني تقديريا كل لوح كم أمبير بيعطي؟ هلا الألواح الطاقة الشمسية في لها أحجام، يعني مثلا أحيانا في ألواح مثلا 490 واط، في ألواح 570 واط، في ألواح 580 واط.
فالالواح اللي عم نستخدمها حاليا اكثر شيء الواح 575 واط، يعني امبيرين ونص، يعطيك امبير وامبيرين ونص. ولكن على اجواء المنطقه هلا كل لوح، كل دوله صنعت الواح الطاقه الشمسيه حسب اجواءها، مو حسب اجواء مثلا اللي تصدر للمنطقه الثانيه. مثلا هالالواح ال 575 واط يعني امبيرين ونص يعطي كل لوح. اما عندنا بالمنطقه فنحن نحسب الضياعات، نقول خلي كل لوح يعطي امبيرين نظامي، يعني تقريبا المنظومه ست الواح مجموعها يطلع تقريبا 15 امبير، نحسب 3 امبيرات ضياعات يطلع معنا 12 امبير نظامي. طارق احنا شفنا سيدنا هذا وضعين ما قلقينا خشا، وامنها حوجي كهربينا وكهرباء هنينا، وخدت بينا تركا اردوغان وانا درك بابا نهشتن نجي اعطي هشتن نجي ما تهشتن نير نفطي هشتن نمح محطك دورا ما تتر نهشتن حمو فلشاندن نكهربيا ننانا نعافا تشكي ما نمايا حتى نهاب جالم والدتين بنزيج نما تسبت كذا لسا بنزيج شو بين جزارة وشش عزارة لسا مازوتي شو بشار عزار بين صدي خودي نما تشكي نجمتي، يعني يا بچكي باش وبشكتي وبچكي باقش راس هكا جرانجي لهما بهتر أبي مرتاح تربن جبر كهربي هما